السلام عليكم، هنكمل معاكم شرح الـ Public Address System. اتكلمنا في الفيديوهات اللي فاتت عن الـ Inputs بأنواعها والـ Outputs بأنواعها. هنتكلم في الفيديو دوت عن الـ Control، وزي ما قلنا إن الـ Control بستخدم فيه ميكسر أو ماتريكس، ومعاهم بستخدم الـ Amplifier. هنتكلم عن كل حاجة منهم بالتفصيل دلوقتي. أول حاجة الميكسر. الميكسر دوت أنا بستخدمه في حالة المشاريع الصغيرة اللي هي أنا محتاج أذيع رسالة واحدة في المشروع كله، أو أذيع نفس الرسالة في المشروع كله. زي إيه؟ زي سوبر ماركت صغير، أو زي جامع. يعني في الجامع بذيع نفس الرسالة اللي هي الأذان أو اللي هي الصلاة على مستوى الجامع كله. كمان في السوبر ماركت الصغير لما بتكلم في المايك ببقى محتاج إن أنا أسمع الماركت كله نفس الرسالة، فبالتالي بستخدم الميكسر دوت، وعشان هو بيستخدم في المشاريع الصغيرة فأكيد هو low cost. طيب بيتكون من إيه الميكسر؟ الميكسر عبارة عن جهاز ليه inputs وليه output، بس ليه output واحد بس عشان أنا عاوز أذيع رسالة واحدة في المشروع كله. الـ input ممكن يكون مايك، ممكن يكون MP3، ممكن يكون راديو، أي حاجة بقى زي بورنا. بالتالي الميكسر هو مالتي انبوت سنجل اوتبوت. الانبوت ممكن يبقى كذا سورس، لكن الاوتبوت هو واحد بس، هي رسالة واحدة هذيعها في المكان كله. نيجي نتكلم بقى عن الماتريكس. اكيد بقى الماتريكس بتستخدم في اللارج والميجا بروجكت، اللي انا بكون محتاج اوجه كلام في جزء معين من المشروع، زي فندق، زي مستشفى، زي مطار، وهكذا. وعشان هو مستخدم في المشاريع الكبيرة وأقدر أوجه رسالة في جزء معين من المشروع، أكيد هو هاي كوست. طب الماتريكس بتتكون من إيه؟ هو عبارة عن جهاز ليه كذا إنبوت وليه كذا أوتبوت، يعني هو مالتي إنبوت مالتي أوتبوت. والإنبوت عندنا ممكن يبقى مايكات بقى كتير، كل زونة فيها مايك، ممكن يبقى MP3 برضو، راديو، أي حاجة زي ما قلنا قبل كده. الاوتبوتس هي عبارة عن مجموع الزونات، بقسم المشروع اللي عندي لمجموع الزونات، كل زونة اقدر اذيع فيها رسالة لوحدها من غير ما بقية الزونات بتاعة المشروع تسمع الرسالة دي. بالتالي انا بتحكم انا جزء من المشروع اللي هيسمع الكلام اللي انا هقوله. وفي حالة المشاريع الكبيرة اللي هي زي مطار مثلا، ممكن يكون متقسم لتلاتين أو أربعين زونة، طبعا ده رقم كبير جدا. وزي ما قلنا إن أنا سواء بستخدم ميكسر أو بستخدم ماتريكس هحط معاه الأمبليفاير. الأمبليفاير دوت وظيفته إيه؟ ده أنا بستخدمه عشان أعمل أمبليفاي للسيجنال اللي خارجة من الميكسر أو الماتريكس، عشان بعد كده أوزعها على السماعات. يبقى أنا عندي سيجنال خارجة من الميكسر أو الماتريكس محتاج ان انا اكبرها قبل ما اوديها للسماعات عشان تغطي المشروع بالكامل. الباور بتاعه الامبليفير دوت، وهنشوف ازاي بنحسبها بعد شويه، لازم تكون فيها سبير 20% عن الباور بتاعه السماعات اللي انا محتاجها. يعني انا بحسب الباور بتاعه السماعات وبزود 20% سبير. طب بزودهم ليه؟ قالك عشان تكفر الواير لوسز واي فيوتشر اكستنشن بعد كده. يعني لو حبيت تزود سماعات في المستقبل يبقى عندك ليها مكان في الامبليفاير اللي انت مستخدمه. الامبليفاير طبعا بيكون محطوط داخل الراك عشان نحافظ عليه. نبص على الراك، ده شكل الراك، بحط جواه الامبليفاير، الميكسر او الماتريكس، وبحط جواه كل الانبوتس اللي عندي ما عدا المايكات، عشان المايك بيكون موجود في المكان اللي قاعد فيه الموظف عشان يقدر يذيع اي رسالة في اي وقت هو محتاجه. يبقى الراك دوت هتلاقي جواه الميكسر او الماتريكس على حسب المشروع، هتلاقي جواه مجموعة الامبليفايرز اللي موجودة، هتلاقي جواه الام بي 3، الراديو، اي انبوت ما عدا المايك. طيب الراك دوت بيكون كام في كام؟ بيكون 60 في 60 او 80 في 80، في كده وفي كده، بس طبعا 80 في 80 بيكون احسن عشان التهوية بتكون افضل فيه. الراك الواحد
ممكن يغطي لي 64 زون أو 128 زون أو 256 زون، يعني الراك الواحد في منه كذا سايز، بحيث إن أنا أقدر أحط فيه أمبليفايرز وإنبوتس تغطي لي 64 زونة أو 128 زونة أو 256 زونة كمان على حسب المشروع. هنقف لحد هنا الفيديو دوت، والفيديو الجاي إن شاء الله هنكمل وهنبدأ في النتورك. شكرا.